خلينا من أخبار النادي الأهلي نروح لسكايب والصحافة مع الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الراديو زميلنا العزيز، وقراءة كده سريعة في أبرز عناوين طبعا الصحف. يا أيمن مونجور، صباح الهنا، كل سنة وأنت بخير يا رب. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، كل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد كده عليكم وعلى كل جماهير النادي الأهلي وكل الشعب المصري. سافرت ولا قعدت في القاهرة يا أيمن؟ لا لا، قعدت في القاهرة بحاول يعني كويس حالنا يعني وهي فاضية. دي جميلة رائعة. بص بالظبط، خلينا نسافر بقى لما الناس ترجع ان شاء الله. بالظبط. نبدأ بقى معاك سريعا يا أيمن، وهنروح لكورة أول حاجة، والعنوان كالآتي: رسميا جيزس مدربا طبعا للهلال السوداني، ومش هنقول الهلال السوداني ازاي، الهلال السعودي معلش. أنا عايز أسألك. لعيد كان سعيد فعلا. بس طبعا جيزوس مش المرة الأولى اللي بيدرب فيها الهلال السعودي، ويمكن كان دربهم 6 شهور تحديدا موسم 2018 و2019، يعني كان ليه تجربة وكان ليه برضو تجربة ناجحة مع الهلال السعودي. هل إحنا بنتكلم هنا أن عودته مرة تانية ربما تعمل أو تجعل الهلال السعودي افضل من الموسم اللي فات، لان هو الصراحه قدم الفتره اللي فاتت برضو اخفاقات الى حد ما، خصوصا طبعا الصفقه الاخيره اللي كانت خاصه بميسي، ناس كتيره جدا قالت لك كده خساره كبيره بالنسبه للهلال السعودي. خلينا نفهم منك اكتر، اتفضل. لا اكيد طبعا، جيسوس مدرب كبير جدا ومدرب من المدربين يعني اللي ليهم تاريخ، ويعني هو طبعا ابرز يعني كان مع فلامينجو وبنفيكا، يمكن دي ابرز المحطات اللي الناس ممكن يعني تفتكرها لجيسوس بشكل عام. الهلال يمكن السنه اللي فاتت يعني بنتكلم بعد مشاركته في كاس العالم للانديه اللي هي كانت في المغرب او المركز الثاني، ده كان انجاز طبعا كبير جدا. بعديها يمكن النتائج ما كانتش افضل حال يعني في الدوري، وما كسبوش الدوري السعودي طبعا، دي من يعني الهلال كان مسيطر في الفتره الاخيره في النهائي، وبالتالي هم مش يعني مش هيتواجدوا في كاس العالم للانديه اللي السعوديه هتنظمه. فبالتأكيد عودة جيسوس مهمة ليهم في الفترة دي كمدرب اسم كبير في ظل خطة السعودية اللي هي عايزة يعني يبقى الدوري بتاعها من أفضل الدوريات في العالم، وبتعمل حملات ترويج كبيرة، وبتشوف الصفقات اللي كل شوية بيتم الإعلان عنها في الدوري السعودي بشكل عام. طبعا زي ما انت قلتي، خسارة توقيع مع ليونيل ميسي يعني اكيد خساره كبيره ترويجيا حتى، وكمان كضربه بالنسبه لفريق الهلال ان هو كان بيرد على غريمه النصر اللي معاه كريستيانو رونالدو، ولكن ميسي اختار ان هو يتواجد في الولايات المتحده. فلا يعني احنا جيسوس مدرب اعتقد خطوه جيده للهلال السعودي لو هو عامل مشروع ان جيسوس يكمل معاه سنوات يعني قادمه، خصوصا الهلال هيلعب كاس العالم للانديه الموسع 2025 مع النادي الاهلي. ف بالتاكيد وجود هذا يعني هذا المدرب حاجه مهمه. يمكن المدرب ده هو الناس كلها بتفتكر اللقطه الشهيره بتاعت جيسوس وهو قاعد على الارض مع في احد المواسم مع بنفيكا لما كان سيء الحظ جدا، خسر 3 بطولات الدوري والكاس والدوري الاوروبي على ما اتذكر، يعني في اخر يعني في كل مباراه كده، في الدوري في اخر مباراه، في الكاس في النهائي، في الدوري الاوروبي في النهائي. لكن يظل ان هو واحد من المدربين المميزين، ومع فلامينجو توج معاهم بالعديد من الالقاب. فلا لا يعني للامانه اختيار موفق للهلال السعودي. صحيح، هو كده كده حسب المعلومات ان هو مضى معاهم سنه، اعتقد ممكن تكون سنه كتجربه، او حتى هو بالنسبه له لو حابب ان هو يجدد بعد كده هيبان طبعا الفترات القادمه يعني. تمام، خلينا نروح معاك يا كريم. بالتاكيد لا، هو عقد الخطه اللي هو في السعوديه بيبقى السنه بسنه احسن، لان هم كتير بيغيروا مدربين الفتره الاخيره، عندهم قضايا كتير في الفيفا تتعلق بالمستحقات وكده، فاعتقد هم بيفكروا دايما سنه بسنه عشان لو حصل تغييرات يعني. رائع جدا. جميل، ادي مانشيت عرفنا منك يا ايمن تفاصيل، والمانشيت الثاني بقى كان في موقع في الجول،
والمنشات بيقول ضعف الراتب، مانشستر يونايتد يتقدم خطوة في سباق ضم مرابط. طبعا الكلام على فكرة ان مانشستر يونايتد يسعى جاهدا لضم اللاعب طبعا سفيان مرابط نجم فيرونتينا الإيطالي، وكان في كلام طلع الفترة الأخيرة والعهدة على قناة راي سبورت الإيطالية بتقول إن فيرونتينا الإيطالي كان طالب 30 مليون يورو كحد أدنى للتخلي عن هذا اللاعب. فعايزين نعرف منك إمكانية إن الصفقة دي تتم، يعني نسبتها قد إيه، مدى أهمية هذه الصفقة أصلا لمانشستر يونايتد، واصلة لفين؟ لا يمكن 30 مليون يورو في الماب في يعني في الوقت اللي احنا فيه ده، من الكلام دي ما بقتش فلوس. فطبعا هو عقده حسب التقارير ان هو عقده يخلص السنه اللي جايه الموسم اللي جاي، فاكيد فيورنتينا برضه هيبقى حابب ان هو يعني يستفيد قدر الامكان من بيع مرابط. مرابط واحد من اللعيبه اللي تالقوا في كاس العالم طبعا الاخيره مع منتخب المغرب وحقق المركز الرابع. الناس كتير يعني كان محط انظار انديه عديده ابرزهم برشلونه كان حاول يجيبه في يناير، لكن برضه فيورنتينا صبر شويه على اساس يحاول يجيب فيه مبلغ اكبر. مانشستر يونايتد لا، صفقه طبعا هتبقى مهمه جدا لمانشستر يونايتد. بنتكلم في لعيب مش سفيان مرابط مش كبير سنا قوي، وكمان لعيب مهم جدا في وسط الملعب في مشروع مانشستر يونايتد يستعيد تاني امجاده والقابه وتواجده في دوري ابطال اوروبا. السنه اللي فاتت كان بيحاول في الدوري الى حد ما كان شكله افضل من مواسم سابقه. هيلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه، خدوا بطوله الموسم الماضي. فيعني لا، هي صفقه مهمه جدا لوسط ملعب مانشستر يونايتد، ويمكن 30 مليون يورو ولو مانشستر يونايتد حط فلوس زياده على 30 مليون يورو ده مش مبلغ كبير، لكن الاغراء زي ما انت قلت كده في الراتب ان هو اغرى سفيان مرابط، ان هو اكيد في فيورنتينا ما بياخدش يعني لو كمل ممكن مليون يورو في السنه، ده ممكن يبقى حاجه كبيره بالنسبه للنادي بحجم فيورنتينا حاليا. لكن هو طبعا لو راح انجلترا الامور هتختلف، والرواتب في مانشستر يونايتد بتبقى كبيره جدا. وما اعتقدش ان برشلونه ممكن في الوقت الحالي يخش تاني في الصفقه دي ويعلي على نادي زي مانشستر يونايتد، الا بقى لو عنده عرض سعودي، هنا الامور بتختلف يعني. العرض السعودي ده ايه، متوغل مع الكل حقيقي. بص بقى من في الجول، خلينا نختم معاك. اتفضل. امانه السعوديه عندها شغل حلو في الموضوع ده، وحاطين يعني بادجت كبير جدا. صحيح. ان هم مش بس بيتكلموا ان هم يجيبوا اللعيبه الكبيره، لا هم عايزين الدوري بتاعهم يبقى من اقل الدفع ده، لان ناحيه ترويجيه ليهم، فلا هي حاجه كويسه طبعا. هنختم معاك بفي الجول، والمانشيت بيتكلم عن ميلان يعلن عودة داس، طبعا سيرجينو داس لبرشلونة. هو كان معار طبعا من برشلونة، هو لاعب مخضرم طبعا مواليد 2000. كان في كلام الفترة اللي فاتت يا أيمن ان هو هينتقل للدوري الألماني، ولكن في إعلان هنا او تم الحديث بشكل رسمي على عودته من الإعارة من ميلان مرة تانية لبرشلونة بشكل يعني رسمي. فبتشوف ده برضو ازاي، وبرشلونة الفترة القادمة برضو ممكن ازاي ان هي تكون بتقدم ككورة، لان برضو مروا بفترات فيها تذبذب بشكل كبير جدا وواضح. لا ميلان الموسم طبعا الماضي وجودهم في سيمي فاينال تشامبيونز ليج هو ده اللي كان الابرز، لكن هم الموسم الماضي اعتقد ما كانوش بنفس المستوى اللي كانوا عليه السنة اللي قبلها ولما خدوا الدوري. يعني أنا شايف يعني إعلان طبيعي، واضح إن هو ديست أصلاً ما كانش يعني مش ما لعبش مباريات كتير قوي مع ميلان في الموسم، لعيب سنه صغير هيرجع لبرشلونة، وارد جداً برشلونة ترجع تعيره تاني أو تحتفظ بيه حسب يعني احتياجات برشلونة، خصوصاً برشلونة لسه بيعاني من فكرة التظبيط أموره المالية عشان خاطر موضوع الصفقات واحتياجاته في الفترة اللي جاية. شفنا يعني تم الإعلان عن فسخ التعاقد مع صامويل أومتيتي بالتراضي، فوارد إن ديست يكون موجود معاهم الفترة اللي جاية. وارد يعني خلي بالك احنا لقيته الناس كلها هناك أجازات بشكل كبير، فممكن الأيام اللي جاية نشوف يعني مستقبل ديست ممكن يعمل ازاي، والصفقات عموما يعني لسه ملامحها باستثناء اللي بيحصل في الدوري السعودي وباستثناء صفقه بيلينغهام
لريال مدريد تقريبا لسه ما شفناش الصفقات اللي هي اللي بتعمل بوم دي في الميركاتو، لان لسه برضو الامور هاديه شويه. يعني يمكن اسابيع اللي جايه ممكن بقى لما الانديه تبتدي ترجع تاني للتدريبات وفترات الاعداد نسمع عن صفقات كبيره يعني. طيب انا بقى هختم معاك انا وكريم بسؤالنا عن طبعا مباراه الاهلي وفيوتشر. توقعاتك ايه يا ايمن وسير المباراه، وهل بتتوقع ان هي مباراه ممكن تكون كفتها ارجح الى حد ما للنادي الاهلي، ولا المباراه لا تقاس بهذا الشكل؟ طبعا يعني احنا بنتمنى النادي الاهلي يحقق النتيجه ايجابيه والتحقيق الفوز، لان هي هتبقى خطوه جديده لاستعاده لقب الدوري. النادي الاهلي محتاج 9 نقاط من مبارياته المتبقيه. احنا في اشد الحاجه ان احنا نحسم دوري مبكرا عشان ضغط المباريات كبير جدا بعد الجدول اللي تم اعلانه. المباراه طبعا صعبه رغم ان فيوتشر تقريبا خلاص فقد الامل في فكره ان هو ينافس على مقعد مؤهل لدوري ابطال افريقيا بعد يعني خلاص النتائج حاليا. الاهلي وبيراميدز هم اللي هيمثلوا مصر لدوري ابطال افريقيا. يمكن فيوتشر الفتره اللي جايه هيلعب من اجل ان هو يحاول يضمن المركز الثالث، كان هو يحسن يعني ترتيبه عن الموسم الماضي، لان نادي الزمالك قريب منه كمركز رابع. لكن تبقى مباراه قويه مع يعني نتكلم في النادي الاهلي متصدر الترتيب وخلاص قريب ان شاء الله من استعاده الدوري، وفيوتشر بنتائجه المميزه اكيد هتبقى مباراه صعبه، مفيش مباراه بتبقى سهله. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر انه يحقق الفوز اللي يقربه خطوه جديده لاستعاده اللقب يعني. رائع جدا، بنشكرك انا وكريم اكيد على هذه القراءه، زميلنا العزيز جدا ايمن جلبرتو، شكرا ليك.